40 إلى 45 وفاة تسجل يومياً بسبب التدخين، و 95% من المصابين بسرطان الرئة مدخنون. أرقام صادمة ومرشحة للارتفاع مع زيادة استهلاك التبغ. الأخصائيون يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون على ضرورة استغلال شهر الصيام للإقلاع عن التدخين. الإنسان لما يصوم راه يحبس من التدخين ساعات عديدة في اليوم. إذا كان الإنسان عنده هذه الرغبة باش يحبس التدخين، يمكن يستعمل رمضان باش يحبس التدخين. لازم تكون عنده الرغبة. إذا كان ما عندوش هذيك الرغبة وغير أذان تاع المغرب يروح يجري حاجة الأولى اللي يديرها ياخذ سيجارة، هذا صعيب عليه باش يحبس من التدخين. حنا أنا لاحظت في العمل تاعي، لاحظت باللي الناس مثلا اللي يديروا مشكل تاع لابارتي ميوكارد هما مدخنين. لما يدير السكتة القلبية هذيك ولا الجلطة القلبية وعندها سبب بالتدخين، حاجة الأولى اللي يديرها الإنسان يحبس التدخين ويحبسه دو جور لوندوما. يعني لماذا؟ لأنه حس الخطورة هذه. تقع الكارثة حين لا ينفع الندم. أغلب المتواجدين هنا بمصلحة الأمراض التنفسية يعانون من تعقيدات صحية متفاوتة الخطورة، والسبب التدخين. قبل ما ندخل لهنايا كانت عندي واحد سمانة ثانية واحدة أخرى، كنت مريض، مازال ما لقيتش بلاصة باش ندخل السبيطار. من ذاك النهار مازلتش تكيف، يقبضني ذاك راسي ملي نداك وكاع، بصح أنا لازم تحمل. إن شاء الله ربي يعفو على جميع المؤمنين، إن شاء الله واحد يفيتي الدخان هذا كاع باسكو ما عنده حتى منفعة. فريمون ما عنده حتى منفعة في هذيك اللحظة هذيك تاع نيكوتين مونك دو نيكوتين والآخر، بصح من بعدك ما كاين والو. واحد يقدر يحبسو شهر شهرين كدا يزير شوية، ومن بعدك إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله ربي يعفو علينا كاع. تطبيق العقوبات الصارمة على المدخنين بالأماكن العمومية ورفع الضرائب على التبغ وسائل تساعد للحد من تزايد الاستهلاك في الوقت الذي تمثل فيه إرادة المدخن في الإقلاع عن التدخين المخرج الوحيد.